اوكي مرحبا، كيف حالكم؟ معكم راني، اهلا وسهلا فيكم في قناتنا صفر لينكس. عم تابع في كتاب تعلم مكتبة اوبن جي ال لتمثيل ثلاثي الابعاد بلغة سي بلس بلس. نحن هلا في القسم 5.5 من الكتاب. لاخر مرة تعلمنا كيف راح نضيف الالوان على الفردك على الفراجمنت شيدر، وكيف ندخل الفيرتسيز كمان، النقاط اللي بدنا نلونها، وكيف شو كيف طريقة الرسم وكل هذا. اوكي طيب، هلا هلا كيف الخصائص هون بيحكي عنا انه اللي عم بده يعمله هون، لانه احنا في عنا شو اسمه شيدر لانجويج، وشو اسمه بدنا نشغلها، يعني عرفت كيف؟ فهون بدي يعمل عليها ربط، اوكي، زي ما بتعمل بالكومبايليشن، يعني بدك تعمل كومبايل وتفسرها وتعملها رابط. اوكي فهون عم بقول لينكينج فيرتكس اتريبيوتس، هذا هو العنوان تبع الحصه هاي، تمام؟ لينكينج فيرتكس اتريبيوتس يعني ربط النقاط، او ربط خصائص، ربط خصائص النقاط. بس هون الربط عم يحكي كربط ككومبايل، كترجمه للكود، تمام؟ بس مش الكود بتاع السي نفسه، اوكي، الكود بتاع الشيدر هون. طيب فبقول لك الفيرتكس شيدر بيسمح لنا انه نحدد اي ادخال احنا حابين بالشكل او بالشكل تبع يعني خصائص النقاط، خصائص الفيرتسيز. وبينما هذا الشيء بيسمح لنا ل يعني درجة كبيرة من المرونة، اوكي، هي كمان تسمح لنا انه يكون عندنا بشكل يدوي انه نحدد شو او شو الجزء من الداتا اللي داخله، اوكي، الداتا تبعتنا اللي داخله بتروح مع اي خصيصه من خصائص الاتريبيوت، من خصائص النقط، خصائص الفيرتكس، اوكي، بالفيرتكس شيدر. اوكي فهذا بيعني انه نحن لازم نحدد كيف الاوبن جي ال لازم تفسر الداتا، يعني الداتا تبعت الفيرتكس، معلومات النقاط عندنا قبل ما تعمل رندرنج، قبل ما تعمل شو تشكيل للصوره. طيب هلا يعني النقاط تبعونا بالذاكره يعني مشكلين بالشكل التالي، مش تشكيل الرسم، يعني كيف انهم مرتبين بالرام كنقاط. فكل نقطة بتجي هن عبارة عن ارقام بال كما يلي. فهو بتطلع هون مثلا هذا البايت زيرو اول الليستة، كل عنا ثلاث نقاط، تمام؟ فعنا هون هذا اول بايت، ثاني بايت، ثالث بايت، هيك بعدهم، اوكي. فكل يعني هو بياخد مش ثلاث بايت، اربع بايت، انا عم بقراهم غلط هون البايتات، بس انا القصد انه الاكس هون لانه رقم بتاخذ اربع بايت، اوكي، الواي لانه رقم بتاخذ كمان اربع بايت، الزد بتاخذ اربع بايت، وهلا ما جرب، اوكي. طيب هلا هو هون انه عنده ل كل 12، كل شقفه من 12 بايت بحسبهم لفيرتكس وحده، تمام؟ فبقول لك الداتا او الداتا تبعيت الاماكن، تبعيت البوزيشن، اوكي، تبعيت المواقع، اوكي، مش مواقع الويب عم بحكي، يعني الموقع نفسه، النقطة، مكان النقطة في الرسم، اوكي، هو مخزن ك شو اسمه كرقم 32 بت، يعني البايت بتجي 8 بت، اوكي، فبتجي ك 32 بت، وهدول 32 بت شو بيكونوا؟ ارقام فواصل، اوكي، قيمتهم فواصل، يعني بدك تمثل 32 بت اللي هو رقم صحيح، بس بدك لازم تظبطه على اساس يكون شو رقم بفواصل، تمام؟ هلا كيف بتتم؟ عندك 32 بت مش هيك؟ النص اللي اول 32 بت من بدءا من اليسار، اوكي، يعني اول 16، اول 16 بدءا من اليسار، او 16 بت من البدء من اليسار بنحسبه الرقم الصحيح. النص الثاني بنحسب لمين؟ ضل الرقم الفواصل، هيك بطلع بالرقم الفواصل، اوكي؟ يعني الكسر بنزل بالنص الثاني اللي هن 16 الثانيين، يعني 32 تقسم على 2 طلع 16 على اليمين، 16 على الشمال من البتات، تمام؟ بعدين كل موقع هون او كل مكان
هو مؤلف من ثلاثة من هدول القيم اللي هن بمثلوا الاكس والواي والزد، الطول وعرض وارتفاع او عمق هون عندنا في الصورة. اوكي بقول لك ما في فراغ، ما في فراغ او اي قيم اخرى بين كل ثلاثة من هذا. عم بحاول اقول لك انه هذا الخط الاسود هون اوكي ما في فراغ هون، ما في شيء هون اصلا. تمام، انت بتنقل هاي الزد تروح على الاكس ورا منها، عرفت كيف؟ ما في شيء بيناتهم. القيم بتكون يعني تايتلي باكت، جايين مكبوسين على بعض ورا بعض، كنت نشوف فيش اي فراغات بيناتهم. تمام، وين داخل الاري تبعت الداتا تبعت النقاط. هلا انا صار لازم ارجع لورا ورا 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 عشان اذكركم شو مقصود من الكلام. نشوف كيف عبينا الداتا، او خليني اقول لحظه شوي، انا رايي نرجع على الكود مباشره لانه محفظ. تمام، ف الكود الداتا تبعتنا فوق وين فوق هيا، شفتوا هاي الفلوت فيرتيسيز هون؟ اوكي شايفوا، ظبطهم على اساس انه كل ثلاثه مع بعض، كل ثلاثه من هدول مع بعض. هذا السطر ثلاثه، هاي ثلاثه، ثلاثة، كل ثلاثة بيمثلوا نقطة. لو جايين باكت مضبين مع بعض، معلبين برازمينهم بعض، اوكي؟ كدسين بقوة على بعض. اوكي؟ جايين بالستة زي ما شايفين الري. طيب هلا بعدين أول قيمة بالداتا هي بداية الليستة، طبعا أول قيمة بالداتا هي بداية القراءة تبعت هاي الليستة الأرقام. اوكي؟ واللي هي بتمثل كل ثلاثة فيها شو؟ نقطة هون. طيب طيب بناء على المعلومات هاي نحن فينا نقول للـ OpenGL كيف هي لازم تفسر الـ Vertex Data، كيف تفسر انه هاي كل ثلاثة نقط، كل ثلاثة نقطة عفوا، كل ثلاثة أرقام نقطة. اوكي فاذا كيف هي لازم تفسر انه لستة النقط هون اوكي بحسب الـ Vertex Attribute. اوكي باستعمال GL Vertex Attribute Pointer، ففي عندك GL Vertex Attribute Pointer. اوكي طيب، فاذا خصائص يعني هاي مؤشر على خصائص الـ Vertex. اوكي فهون بتصير شو، بتصير عملية في عنده مثلا صفر ثلاثة جي ال فلوت جي ال فولس ثلاثة ضرب سايز اوف فلوت، يعني مدام الاخر فوت زيرو. هلا عم بشرح لها هون بالبولتس هون تحت كل كل باراميتر بالفانكشن جي ال فيرتكس بوينتر شو بيعني. تمام، فخلينا نمشي فيهم شوي شوي. اوكي اول شيء، اول قيمه هون بتدخلها مطرح الصفر. اوكي بحدد اي فيرتكس اتريبيوت نحن حابين ان نعمل له اعداد. اوكي تذكر انه نحن حددنا اللوكيشن تبع الفيرتكس تبع البوزيشن تبع الفيرتكس اتريبيوت. اوكي خصيصه الفيرتكس. اوكي بالفيرتكس شيدر مع اللي اوت بتكون حطينا احنا شو لوكيشن بتساوي صفر، الموقع تبعها صفر. اوكي للي اوت. طيب هذا بيحدد او بيعين الموقع تبع الفيرتكس اتريبيوت ليكون على الصفر. تمام، وبما انه نحن بدنا نمرر داتا على هالفيرتكس اتريبيوت كمان بنمرر صفر. اوكي فهذا هون بيحدد وين موقع البوزيشن او المتغير اللي اسمه بوزيشن جبناه من الفيرتكس شيدر وين فوق 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 يا سيدي. او خلينا نرجع الكود، خلينا نرجع الكود هيك احسن عشان ما نضلنا طالعين نازلين في الصفحه. هذا الكود بتاعنا. اوكي لما اجينا حددنا الفيرتكس شيدر اياها هون هاي اللوكيشن تساوي زيرو، شايفينها؟ هذا البوزيشن A POS. اوكي هاي جي البوزيشن. تمام
هلا كمان بعدين وين عندنا هون كمان طيب هلا فاذا هون مطرح الثلاثة شو بينزل الخانة الثانية هون اوكي بيتحدد الحجم تبع الفيرتكس اتربيوت اوكي خصيصة الفيرتكس اوكي بحدد الحجم تبعها ف هي طبيعتها فاك 3 فاك 3 اوكي طبيعتها فاك 3 فاذا هي مؤلفة من ثلاث شو اسمه من ثلاث قيم تمام طيب هون الجي ال فلوت اوكي بتقول له انه الداتا اللي داخله من الفيرتكس داتا اوكي هي فلوت تمام على رقم فواصل بس لانك عم تستعمل طريقه الاوبن جي ال بتحط جي ال فلوت اوكي واللي هي بلغه الشيدر بالجي ال اس ال اوكي هي فاك ستار يعني ستار معناها ممكن يكون 1 2 3 اوكي وهي بتكون تتألف من أرقام فواصل زي ما قلنا طيب هلا بعدين بيبقى عندنا هون هيدي ثلاثة طرب سايز اوف فلوت اوكي بيحدد اذا احنا حابين او اذا بدنا عفوا اذا بدنا مش اذا حابين اذا بدنا الداتا تكون نورمالايزد اوكي فاذا احنا او اذا احنا عم بندخل رقم صحيح اوكي مثلا نوعه انت او بايت نحن لازم نحدد هاي تكون جي ال ترو اوكي فالداتا اللي هي طبيعتها انتجر بتكون مظبطه على الصفر اوكي تظبط على الاسقاط على الصفر بعمل نورماليزيشن على الصفر او ناقص واحد للارقام اللي بتكون فيها شرط ناقص اوكي يعني جاي سالبه و واحد كمان لما بتتحول لرقم فواصل اوكي فبيعمل اسقاط على الصفر او على الواحد واذا كان في رقم جاي سالب بحط ناقص واحد اوكي فهذه مش يعني فهذا الشيء ما بيهمنا نحن هون اوكي فراح نخليها جي ال فولز تمام هيدي هون راح نخليها جي ال فولز تمام هلا عندنا هون هون الفيفث ارجيومنت خامس واحد هون 3 ضرب سايز اوف فلوت اوكي هي بتتسمى سترايد سترايد هي بالدال اوكي سترايد هي بتتسمى سترايد يعني قديش انت السحبه تبعتك هي كلها تمام عد السهم يعني اوكي فبتقولنا الفراغ بين ال يعني consecutive data consecutive vertex attributes اوكي يعني بيكون في عندك هاي ال vertex attribute شو اسمه قديش المسافة بيناتهم تمام بين كل attribute والتاني تمام ف بما انه ال تاني مجموعة من البوزيشن داتا جاي بالضبط ثلاث مرات حجم الرقم الفلوت اوكي يعني ليش بياخد كم بايت في الذاكرة اوكي لذلك بنحدد هاي القيمة كتكون سترايد يعني انت عندك كل ثلاث ارقام اوكي بفلوت بتصير تجيب حجم الفلوت مثلا 4 بايت ضرب 3 بتعرف كم بايت بتاخذ الهال كيف بعدين اخر واحد هون المكتوب عليه void star هذا void star من الصفر هون معمول له casting معمول له تحويل على اساس انه void pointer void اوكي وهذا يعني النوع الغريب اللي احنا عم نضبط عليه الرقم اوكي هذه بتكون الاوفست يعني الافزه اوكي اللي بيكون فيها البوزيشن داتا بيبدا بالبفر بما ان البوزيشن داتا هي على بدايه الداتا اري داتا لسته النقاط هون فلذلك هي صفر اوكي
راح نشوف هذا الشيء التفصيل هذا تبع الاوفست لاحقا. تمام، هلا هو عم بيحكي انه انت عم بتبلش بوزيشن داتا، ببلش من الصفر، بلكي انت بدك تبلش من نقطه ثانيه، اوكي، فبتستعمل الباي زيرو، اوكي، لانه انت بتبلش زيرو هون، انه انت مش ناقل بوزيشن داتا على مطرح، بس اذا كان في نقله بدك تغيرها هاي، اوكي، بتصير كل ثلاثه وشو اسمه اف زد، بتعمل اوفست بيناتهم. تمام، يعني بتبلش من النقطة هاي وبعدين بتبلش تعد ضرب ثلاثة. تمام، هلا كل خصيصة للفيرتكس، كل خصيصة للنقطة بتاخد الداتا تبعها من الذاكرة اللي مدارة عبر في بي او، اوكي، فيرتكس بافر اوبجكت، واللي هو بيكون اوكي بتكون مدار عبر متغير في بي او، واللي وكمان واي في بي او هي بتاخذ الداتا تبعتها، اوكي، ممكن يكون عندك كذا في بي او، اوكي، كذا فيرتكس فيرتكس بافر اوبجكت، اوكي، اللي هو محدد عبر الفي بي او اللي حاليا مربوط مع جي ال اري بافر لما بتكون عم تطلب ال GL Vertex Attribute Pointer، اوكي؟ لما تطلب هذا الفانكشن GL Attribute GL Vertex Attribute Pointer، اوكي؟ بما انه ال VBO هون المعرفة سابقا هي لا زالت مربوطة، اوكي؟ قبل ما تنادي على ال GL Vertex Attribute Pointer، ال Vertex Attribute هون 0 هي هلا مرتبطة مع ال Vertex Data تاعيتها. هلا احنا بنكون حددنا كيف الاوبن جي ال راح يفسر الفيرتكس داتا، اللي هي ان احنا كمان لازم نفعل الفيرتكس اتريبيوت باستعمال الجي ال انيبل فيرتكس اتريبيوت اري، اوكي، عشان هيك هون بالكود استعمل هاي الجي ال فيرتكس اتريبيوت اري، والصفر بظن مشان البوزيشن هلا بنشوفه، اوكي. ايه مظبوط، فبكون بتعطي الفيرتكس اتريبيوت لوكيشن مكان الفيرتكس اتريبيوت، اوكي، كالادخال تبعها، واللي هو طبعا اللوكيشن تبع صفر، اوكي، وبعدين الفيرتكس اتريبيوتس هن يعني مطفيين بالافتراضي، اوكي، مش مشغلين. من هاي النقطة ورايح نحن يعني عندنا كل شيء مجهز هلا، اوكي، نحن شو اسمه جهزنا vertex data بالرام باستعمال vertex buffer object، كمان جهزنا ال vertex والfragment shader vertex shader والfragment shader، وقلنا لل OpenGL كيف نربط هاي ال vertex data على ال vertex shader vertex attributes، يعني كيف نربط هاي ال vertex data على الخصائص تبعون النقاط الموجودة أو اللي مخصصة لل vertex shader، اوكي، وبعدين نرسم أو رسم أي جسم، اوكي، بال OpenGL راح يبين شيء مثل هذا، مثل ما يلي، اوكي، ماشي. فإذا جي ال بايند بفر جي ال اري بفر هون في بي او، بعدين جي ال بفر داتا جي ال اري بفر، اوكي، هون، اوكي، جي ال داتا بفر داتا حطيناها بالفيرتكسز وخلافه. هلا جي ال فيرتكس اترب بوينتر هيدي هون على اساس عملنا البوينت الاتربيوتس تبعون جي ال تبعون فيرتكس داتا، اوكي. هلا هون نعمل شيء فانكشن تحت ببلش يرسم المثلث تبعنا، اوكي. طيب نحن لازم نكرر هاي العمليه كل مره نحن بدنا نرسم شيء جسم، اوكي، هي مش يعني ممكن تبين انه ممكن ما تبين هالقد يعني،
اوكي بس تخيل اذا احنا عندنا اكثر من خمس vertex attributes اوكي ويمكن عندنا شي 100 اوكي لاجسام مختلفه اوكي واللي هي شغله مش انه مش شائعه عم بلا موجوده يعني اوكي ربط ال البفر اوبجكتس او كائنات الذاكره اوكي يعني تغيرات بتتعلق في الذاكره هون اوكي المناسبه واعداد كل الفيرتكس اتريبيوتس اعداد كل الخصائص تبعون نقط لكل هاي الاوبجكتس مع الوقت ببلش يبين عمليه مرهقه اوكي طيب ايش لو كان في فينا نخزن كل هدول يعني اعدادات الحالات تبع كل vertex object عندنا في object وببساطة نربط هذا الobject حتى يعني رجعها على حالها على حالتها طيب انه حتى نسترجع الحالة تبعتها زي ما كانت طيب هلا هون في عنا صار في عنا شيء عمل بدل ما يكون عنا اوبجكت واحد معنا كان واحد زي بالسي بلس بلس كوان اللي بنعمل فيها اوكي كان الاوبجكت صار ما يكون عندي اوبجكت واحد صار فينا نحكي بشو كان واحد بشيء واحد صار فينا نحكي ب لستة منهم تمام من اري منهم اوكي ف الفيرتكس اري اوبجكت اللي هو كمان في اي او احنا حكينا عن فيرتكس بفر اوبجكت بالاول هلا عم نحكي عن فيرتكس اري اوبجكت اوكي ف ممكن ينربط مثل الفيرتكس بفر اوبجكت او اي خصيصة لشي فيرتكس لاحقة اوكي او اي طلب على اي يعني طلب لفانكشنز بتشتغل على الفيرتكس اتريبيوتس على الخصائص تبعون الفيرتكسز من هاي النقطة ورايح راح تنحفظ ضمن ال VAO تمام هاي عندها الخاص يعني الفائدة انه لما بنكون عم بتعمل اعداد ل vertex attribute pointers اوكي المؤشرات على خصائص نقاط اوكي انت بيكون عندك او بيكون عليك انك تعمل هول النداءات مرة واحدة وبعدين لما يعني بأي لحظة نحن بدنا نرسم شيء جسم معين اوكي في شكل معين نحن فقط نربط على الفي اي او تمام على الفي اي او المناسبه يعني كيف تربط على الفي اي او المناسبه لانه صار عندك انت لست منهم فتصير تقول له في اي او 0 في اي او 10 في اي او هيك اوكي لست هاي فهذا الشيء بيخلي التبديل بين ال يعني يعني الفيرتكس داتا والفيرتكس اتريبيوت كونفيجريشنز الاعدادات تبعيت الفيرتكس والنقاط تبعيتها اوكي بتكون كثير سهله اوكي بسهوله ربط في اي او ثاني اوكي مختلف فكل ال فكل الحالة هون صارت نازلة وين كل يعني الممارسة صارت داخل الري تبعيت ال vertices مهم ال VAO vertex objects اوكي vertex array objects هلا بقولك ال core OpenGL بيطلب منا انه نحن نستعمل VAO لحتى تعرف ال OpenGL شو بدها تعمل بال vertex inputs تاعتنا اوكي بالداتا اللي داخله تبعت النقاط اوكي اذا احنا فشلنا في ربط في اي او انه نظبط لنا شيء بحد الفي اي او الاوبن جي ال بالغالب راح يفرض عفوا راح يرفض رسم اي شيء اوكي ف الفيرتكس اري اوبجكت بتخزن التالي اوكي نداءات على الجيل انيبل فيرتكس اتريبيوت اري او بتخزن نداءات على الجيل ديسابل فيرتكس اتريبيوت اري يعني عندك انيبل ديسابل بتاع اوكي بعدين هدول بتخزنهم اوكي اللسته هاي تبعت الفيرتكس اوبجكتس اوكي بعدين
ال vertex attribute configurations اوكي عبر gl vertex attribute pointer يعني الاعدادات تبعيه الخصائص النقاط اوكي بتحطهم بهذا الفانكشن اوكي وهي ال vertex array بتخبي لك هنا vertex buffer objects بيكونوا مربوطين مع ال vertex attributes عبر النداءات ل او الطلبات على المتغير او على الداله عفوا gl vertex attribute pointer اوكي فهيك بتخزن الهذا اوكي في بتخزن انه vertex buffer objects اللي هن مرتبطين مع vertex attributes عبر استعمال function gl vertex attribute pointer فاذا عندك هذا ال VBO اوكي 1 وهي VAO 1 اوكي VBO 2 VAO 2 هاي يعني بصير في عندك هون هاي الليسته تبعت الفيرتكس اوبجكتس وكل اوبجكت هون بتصير بينزل زي ما لازم اوكي حسب الاسهم اللي شايفينها اوكي طيب طريقه توليد يعني VAO اوكي فيرتكس اري اوبجكت هي شبيهة لهاي تبعية ال VBO okay. طبعا عندنا VAO بتكون unsigned integer هي vertex array بيحضرها بيعملها by reference VAO بياخد العنوان تبعها okay. لحتى تستعمل VAO كل اللي لازم انت تعمله هو انك تربط ال VAO باستعمال GL bind vertex array bind هون معناها ربط bind معناها ربط كيف اجي البايند فيرتكس اري من هالنقطه ورايح نحن لازم نربط ونعمل اعداد للفي بي اوات اللي داخل الفي اي او داخل الليسته والاتريبيوت بوينترز اوكي والمؤشرات على الخصائص اوكي وبعدين نفك الربط تبع الفي اي او للاستعمال لاحقا او للاستعمال اللاحق يعني بعدين بمجرد او اول ما نحن نقدر او اول ما نحن بدنا نرسم شيء جسم او شيء شكل نحن ببساطه نربط ال VAO مع الاعدادات المفضله قبل ما نرسم هذا الجسم وهذا كل شيء اوكي فبالكود هذا الشيء ممكن يبين شيء زي هيك تمام فهيك عم تعمل gl bind vertex array على الاري هاي ال VBO عم بتحضرها تعمل ربط عليها طبعا gl array buffer لانه array هي وبعدين gl buffer data gl array buffer اوكي بعدين حجم عدد النقاط size of vertices بكون هون لسة الفيرتيسيز لسة النقط وبعدين جي ال ستاتيك درو بدك ترسم اوكي طريقة الرسم تكون ستاتيك درو بعدين بتجيب جي ال فيرتكس بوينتر اوكي اتريبيوت بوينتر بعدين جي ال انيبل فيرتكس اري اتريب اري اوكي هلا بعدين بترسم الكود في الرندر لوب اوكي طبعا وبعدين بترسم الاوبجكت في الكود اللي بيرسم داخل الرندر لوب اوكي في الحلقه اوكي بعدين ترسم الجسم بدك اياه بعدين هون بالاخر جي ال يوز بروجرام هذا الشيدر بروجرام بعدين gl bind vertex array vao بعدين شي open gl function اللي هو شغلته يرسم هذا المثلث تمام وهذه هلا كل شيء نحن عملنا بالصفحات السابقه وصلتنا لهي اللحظه انه vao vao اللي هو بيخزن خصائص النقاط تبعتنا واعداداتها واي في بي او بنستعمل تمام عاده لما يكون عندك عدد من الاوبجكتس
اللي انت حابب ترسمهم، عندك عدد الاشكال اللي حابب ترسمهم. انت بالاول بتولد او بتعمل اعداد لكل الـ VAOs، وبالتالي الـ VBO المطلوبة والخصائص او مؤشرات الخصائص عليها، اوكي attribute pointers، وبعدين تخزن هدول للاستعمال لاحقا. اوكي هاي اللحظة اللي احنا او اللحظة اللي احنا بدنا نرسم واحدة من الاشكال تبعونا، نحن بناخذ الـ VBO المناسبة والمقابلة، اوكي بنربطها عليها، وبعدين نرسم الجسم، وبعدين بنفك الربط مرة ثانية. تمام، طيب هلا المثلث اللي احنا صار فترة ناطرينه لحتى نرسم الاوبجكتس تبع او الاشكال اللي حابينها نحن، الاوبن جي ال بتقدم لنا فانكشن هو جي ال درو اريز، اوكي اللي هو بيرسم الاجسام الاوليه باستعمال الشيدر اللي حاليا شغال. تمام، اللي هو شو اسمه كمان يعني استعمال الشيدر اللي حاليا شغال، و يعني الاعدادات تبعون خصائص النقاط المحددين سابقا عارفين سابقا مع شو اسمه الفي بي او بي بي او فيرتكس داتا، اوكي اللي هي بتكون بشكل غير مباشر مربوطه عبر الفي اي او، اوكي لانك تستعمل في اي او انت بتستعمل في بي او. تمام ماشي، هلا فهي بتستعمل جي ال يوز بروجرام بايند فيرتكس اري في او، بعدين هي جي ال تريانجلز ترسم طريق تريانجلز. تمام، ترسم طريق مثلثات. هلا جي ال درو اريز بتاخذ اول هي بتاخذ اول شيء طريقه الرسم، اوكي النقط، وحتاخذ النقط كلستا، اوكي زي ما شايفين وكيف طريقه يعني النوع الشكل الهندسي البدائي اللي بدك تبلش فيه، وبعدين حابين شو هون كمان نضيف انه بما انه الكاتب بقول انه في البدايه نحن شو نحن بدنا نرسم مثلث من الاول، يعني انا ما بحب اكذب عليك، نحن مرقنا جي ال تريانجلز، اوكي فتاني خصيصة بتحدد انه يعني من اي فيرتكس من الفيرتكسيز بدك تبلش ترسم، اوكي فاحنا بنبلش يعني عندك من لسته الاري تبعت الفيرتكسيز من وين بدك تبلش ترسم، اوكي من الصفر، فاذا تمام من النقطة صفر من لسة، يعني لسة الأرقام اللي عندي إياها حطيناها على الفيرتكس هون، أوكي هاي بدك تبلش من أول وحدة هون صفر، يعني أوكي مش نحطها صفر هاي اللي هون. تمام بعدين هذا الرقم الثلاثي هون محله، اوكي بيحدد قد ايه عدد النقاط اللي احنا حابين نرسمهم، اوكي اللي هو بيكون ثلاث عددهم، بالتالي نحصل على هيك يعني تشكيل لمثلث كمان الداتا بالضبط تبعيتنا، لان احنا عم نعمل ثلاث نقاط، اوكي يعني هو حيعد الثلاثه هون ثلاث نقاط، عرفت كيف؟ هلا بس نعمل كومبايلر البروجرام بنجيبه. طيب هلا خلينا نفوت على موقع هذا، لان في مطرحه انا صراحه حتى لو عم بجمع الكواد كلها هيك بس ما بعرف اذا عم نكتبهم صح، فخلينا نجيب الكود من الموقع بيكون احسن. تمام
طيب الكود نزله على الجيت هاب، خلينا ننزله. تمام تاك داونلود سيت سيف فايل دوكيومنتس انجيال استنى شوي على ما ينزلوا خذوا شوي ان شاء الله. اوكي انا وقفت التحميل قلت بفوت دغري على الملف. تمام خلينا نجيب رو نمسح الفايل كله نحط هيك عنا بالمين تراك في. تمام ناخذ طريقته التكويب. اوكي هاي فراجمنت شيل سورس دخ مين ما مزبط حاله. اذا كان عندك هون نظام ابل اوكي كله برا الفور لوب، كل التحضير عم بتم بريد الفور لوب او الواي لوب. شايف كيف النقاط وكل شيء اوكي والشيدر كله بيحضره فوق بالاول. لاحظ كيف اوكي بحضره كله. انا صغرت الفونت شوي عشان نشوف شو عم يصير اوكي. يعني بحضر الشيدرز وكل شيء قبل اوكي. بعدين بحضر هون النقط اوكي لان تحضير هذا كل الالوان وهذا بحضرهم بالاول اوكي. هي شايفين وفيرتكس اترب اري كله تحضير في الاول بعدين ببلش الرسم. شايف كيف كنا ماشيين تقريبا صح يعني احنا اوكي اوكي. طيب هلا اذن من هون المفروض كنا عم نعمل شيء للهاسكل شوي make هي المثلث طلع معانا اوكي. فاذا نرجع على الكود تلاحظ انه شوف كيف عم بحضر ال VBO VAO حطهم طبعا ورا بعض وحطهم فرط ضربه. شايف كيف وبعدين هاي لسة النقاط اللي عم يشتغل عليها اوكي وحضر الشيدر فوق اوكي. طبعا هو ما في يحكيك عن الشيدر غير ما يحكي عن يحكي عن النقط طبعا هذا اكيد ويحضر النوافذ. تمام فلازم تحضر الشيدرز وتحضر النوافذ بالاول اوكي وبعدين تيجي النقط اللي بدك ترسمها اوكي. بعدين هو ببلش شو اسمه رفز تطليع النافذة والرسم اللي بدك اياه هون. تمام هلا انا عم دور عليه هون انه الشيدرز وين راحوا مع الفي بي او اوكي. لا ما خصه اوكي. تمام ف فهذا هو اوكي والسلام باي. اشوفكم بالحصه اللي بعدها.